هذه غادي يشيط منها شويه وهذه غادي يشيط منها شويه، نجمعوها غادي يجي نهار فين غادي نحطوهم بجوج بيهم وغادي نتفاداو. يعني في البيت كيتحضر بدون سكر باش يتجمع، كنضيفوا ليه بذور الشيا وما كتجيش فيه الريحه ديال السبانخ نهائيا نهائيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو كله افاده ان شاء الله. اليوم غادي ندير جدول الاكل خاص بالفطور والغوتي، ميريندا يعني ديسايونو اي ميريندا. كنت درت واحد الجدول ديال الوجبات الاساسيه الغداء والعشاء كما كتشوفوا، وهذا ديال الفطور والغوتي ماشي ضروريين بالنسبه لي انا. بالنسبه للغوتي ماشي ضروري خاصه في هذا الوقت لان الايام قصيره، يعني الواحد الا كلا مع الغوتي سوا الا كانت حاجه خفيفه. بالنسبه للفطور ما كاينش تغيير بزاف، المهم هذا تكمله لهذا. يعني مثلا غنقولوا على سبيل المثال غير هنا ولا تذكرتوا اللي شاف الفيديو السابق، كاين في الغداء طاجين ديال السمك مع سلطه مع خبز. يعني هنا في الغداء كاين خبز، ففي الفطور ما كاينش الخبز، كنعوضوا الخبز. هنا درت المسمن، هنا حاولت ما امكن تكون حاجه مختلفه متنوعه اقتصاديه شيئا ما، على حسب الايام على حسب ايضا شنو غادي نتغداو. ما غاديش مثلا هنا غادي ندير الكوتي مثلا المسمن وغيكون عندي هنا في العشاء مثلا مسمن معمر ولا شي حاجه. يعني نحاولوا ما امكن نديروا التناسق. هنا كما كتشوفوا معايا كنتمنى يكون واضح. هنا بالنسبه يوم الاثنين كما كتشوفوا هنا درت هادو الخبز او اكيفالنت ديال الخبز. هنا كل نهار شنو عندي هنا الخبز، عندي غير جوج خطرات في السيمانه بالنسبه للفطور، لان هنا في الغداء كيكون عندي ايضا الخبز. النهار اللي عندي هنا الخبز في الصباح ما كنديرش خبز، كندير حاجه اخرى. وبالنسبه هنا في العشيه فكيكون مختلف، كتكون حاجه خفيفه شيئا ما على وجبه الفطور. نحاولوا ما امكن الاشياء نوجدوهم على تيساع من قبل، بحال المسمن كاين بزاف ما يقدرش يحضر المسمن على الصباح، كاين اللي عنده المدرسه، كاين اللي خدام عنده العمل، كاين اللي عنده مسؤوليه اخرى. لهذا كاين بزاف ديال الاشياء يستحسن نحضروهم من قبل، نديروهم في الثلاجه وتلقاوهم واجدين. غادي نمشيو يوم الاثنين، عندي هنا مسمن، انا غادي نحط معاه عسل وجبن طري. كندير شاي او قهوه، اللي بغى شاي ولا قهوه، انا كنفضل الشاي. احيانا كندير الشاي، احيانا كندير ايضا شاي باوراق الزيتون كيجي زوين. المهم اي مشروب كندير الشاي وكنسمو باشياء اخرى، ماشي ضروري الشاي بالنعناع. هنا عندي العسل كيجي مزيان مع المسمن، جبن طري. هنا درت سطات على زيت الزيتون لان بالنسبه ليا يعني شخصيا زيت الزيتون كتكون عندي في جميع الايام ضروري كتحط على المعده. اي كان هنا كان مسمن كان بغرير كان حرشه كان خبز طوال الاسبوع، هي لهم من الاشياء الاساسيه اللي خص تحط في الصباح. هنا بالنسبه للعسل اللي ما تاكلش العسل يعني لظروف صحيه فكيدير المربى. المربى ولا تحضر في البيت كيتحضر بدون سكر باش يتجمع، كنضيفوا ليه بذور الشيا كيجي زوين 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 بزاف. المهم هذا كنشوفوا انا فطور كامل متكامل. المسمن كيكون بالدقيق الكامل، كيكون بزيت الزيتون، كنديروا العسل او المربى وكنديروا جبن طري، فالمسمن كيتواتى مع هادو. كما كتشوفوا هنا في الغداء كيكون خبز، هنا في العشاء كنت درت البلبوله. مادام في العشاء كاين البلبوله ما غاديش ندير في الكوتي مثلا خبز، ولا هنا غادي ندير سلطه فواكه، اي نوع فواكه اللي كان واخا غير حبه حبه من الحاجه مع بعض المكسرات كيجي ولا اروع، كيجي خفيف. كنا نغتنموا الفرصه للفواكه، وهنا بالليل كتكون عندنا بلبله الشعير. بالنسبه يوم الثلاثاء كيكون عندنا خبز كما كتشوفوا، درت الاشياء الاساسيه درتهم بالالوان هنا ديال الصباح وهنا ديال العشيه. بالنسبه للثلاثاء هنا في الغداء ما كيكونش عندنا الخبز، هنا ما كيكونش عندنا الخبز. اذا في الصباح غادي ندير خبز، زيت الزيتون، غادي ندير املو باي كان، ديروا عندكم اللوز ديروه باللوز، عندكم كاوكاو ديروه كاوكاو، كتحمروه شويه كطحنوه
صافي ما تضيفوا لا زيت لا سكر لا حتى حاجه، كيجي زوين. هنا كنديروا الشاي وكنضيفوا ايضا الزيتون. الزيتون يعني كيتواتى مع هادو، كيكون زيت الزيتون والزيتون. المهم انا زيت الزيتون ضروري كتكون زيت الزيتون في العشيه، مادام هنا عندي مسمن معمر فغادي ما غاديش ندير حاجه ديال المسمن ولا المهم حاجه ثقيله. كندير واحد البسكوي كيكون مهم. هاد الاشياء كتكونوا محضرينها من قبل ديال العشيه، كيكون عندنا الوقت باش نحضروهم ديال الصباح اللي كتكون شويه بالصعوبه. كنديروا شي بسكوي من اختيار ديالنا على حسب الاشياء اللي كاينه في الدار، مع مشروب نباتي. هاد المشروب النباتي انا احيانا كندير مشروب الشوفان او اللوز، او مهم الشوفان كيجي اقتصادي اكثر، فكنضيف ليه الكاكاو الخام واحد المعلقه صغيره وشويه ديال القرفه وكتخلط، كتشربوه سخون ولا بارد كيجي رائع 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 جدا. يعني انا مجربه هذا. بالنسبه يوم الاربعاء هنا كان عندي البطاطس في الفرن والبقوله، ومهم هاد الاشياء الا تذكرتوا معايا. فهنا كندير البغرير مع العسل او المربى، وحده فيهم على حسب اللي كياكل الحلاوه ديال العسل، اللي ما تياكلش الحلاوه ديال المربى. هنا عندي زيت الزيتون، وهنا الشاي او القهوه. في العشيه كندير واحد كيكه الجزر. كيكه الجزر يعني نحاولوا ما امكن من نديروا شي كيكه ولا شي بيسكوي ولا شي حلوه، نحاولوا ما امكن ندخلوا فيها، خاصه الكيكات ندخلوا فيها كخضار ولا فواكه، يعني اشياء مغذيه مع شاي او اي مشروب. هنا في الليل كنت دايره الرز بالخضر. هنا بالنسبه للخميس كاين خبز، عندي الزيتون مطحون، الزيتون كطحنوه وللدهن كيجي زوين 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 زوين، غير غتذوقوه دائما غادي تبقاو تحضروه. مربى شاي او قهوه. هنا في العشيه يوم الخميس، هنا يوم الخميس كنت درت الحريره، فمادام غادي ندير الحريره ففي العشيه نقدروا نديروا حريشات مالحه مع اي مشروب. حريشات مالحه كنظن مع اتاي غادي يجيو زوينين. هنا يوم الجمعه هنا في الغداء كنت دايره الكسكس. هنا انا درت الكسكس اللحم بين قوسين، انا ما درتش اللحم. هنا في العشيه كاين بطبوط معمر، مادام ما درتش هنا اللحم فنقدر البروتينات اللي غادي يقدر بين قوسين، غير بين قوسين يقدر يكونوا ناقصين هنا، مع انهم ما غاديش يكونوا ناقصين مع الكسكس ديال الشعير وديال الخضره. نديرو معاه الحمص ولا الفول، المهم اشياء كثيره، ما كنظنش غادي يكون ناقص. ولاني على اي نغيروا شويه بالنسبه للفطور، فيوم الجمعه غادي ندير كريبس يعجبوا الوليدات، ما فيها بس من حين لاخر يعني نبدلوا كريبس. كاين بطرق عده بطرق عده، ماشي ضروري نديروا الحليب، ماشي ضروري. انا شي خطرات الصراحه الكريبس كنديروه بالاسبيناكاس بالسبانخ، كنطحن السبانخ مع شويه الماء، غير شويه غير قليل، كنصفيه وكنديروا. كاين ايضا خضر اخرى انا من درتها المره الاولى من دقوه في الدار، صحاب لهم ملون غذائي اللي كيدار في الحلوه، وما كتجيش فيه الريحه ديال السبانخ نهائيا نهائيا. المهم غادي ندير كريبس وندهنوه باي حاجه، الحاجه المفضله كنعرفوا ان كريبس كل واحد كيفضلها بطريقته. كاين اللي تياكلها غير هكاك، انا شي خطره تياكلوه في الدار غير هكاك. في العشيه يوم الجمعه كان عندي بطبوط معمر، ففي العشيه ما غاديش ندير مسمن ولا الحرشه ولا الخبز ولا هذه، فغادي ندير واحد فلان ونزيد عليه يعني الفواكه اللي كاين. هنا فلان هنا درت بين قوسين بالكاكي، حيت دابا وقت الكاكي فكيجي زوين. كطحنوا الكاكي مع اي مشروب، كيشرب الحليب يديروا مع الحليب، اللي ما كيشربش الحليب يديروا مع مشروب نباتي، فكيجي زوين زوين زوين. ما يعني صراحه خاصه الناس اللي ما تاكلوش الكاكي. هنا بالنسبه ليوم السبت كاينش القرايه. هنا في الغداء كنت دايره الحمص والسلطه، ففي الصباح غادي ندير واحد الحرشه، يعني الحرشه تقدر تحضر في الصباح. الحرشه كنحطوا معها العسل او المربى، وكنحطوا ايضا جبن طري او زبده بلديه، كل واحد شنو بغى. فهنا حاضره زيت الزيتون، انا ما كتختارش زيت الزيتون الصراحه، وكنديروا شاي او قهوه كل واحد والاختيار ديالو. ففي العشيه كندير بسكوي مع شاي، لان في الليل هنا كاين بيتزا اللي كتشبع. يوم الاحد
في الصباح كيكون دايره، لا ماشي في الصباح، الغداء كالتورتيه والخضر مشرمله وكل شيء. فهنا في الصباح ندير واحد كيكه ديال التفاح، هذا يعني التفاح موجود دابا. هاد الاشياء تقدروا تحضروهم من قبل، راه ما تيخسروش. بالنسبه للكيكه تقدر تحضر قبل، يعني الكيكه ديال التفاح مع مشروب نباتي، ما درتش اتاي ولا قهوه. غادي نستعمل المشروب النباتي اللي قلت لكم هنايا جوج خطرات في السيمانه، مره نديرو هنا ومره نديرو هنا كتغيير. بالنسبه هنا يوم الاحد بالليل كنت درت باستا، فهنا في العشيه غادي ندير القرص. القرص يكون بالنافح بالحلاوه والزنجلال ونديرو مع اتاي. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للمشروب النباتي درتو جوج خطرات، هنا نهار الاربعاء في العشيه وهنا نهار الحد في الصباح، يعني كتغيير. هنا الخبز كاين جوج خطرات، مسمن خطره واحده، بغرير خطره واحده، كريب خطره واحده، حرشه خطره واحده، وكيكه خطره واحده، هادو ديال الصباح. بالنسبه للعشيه البيسكوي كاين غير جوج خطرات، نقدروا نحضروا جوج انواع ديال البيسكوي كيبقاو في الدار. وبالنسبه للكيكات راه ما غاديش تاكل كامله، هذه غادي يشيط منها شويه وهذه غادي يشيط منها شويه، نجمعوها غادي يجي نهار فين غادي نحطوهم جوج بيهم وغادي نتفاداو نديرو كيكه اخرى، يعني شويه من هنا شويه من هنا. نفس الشيء بالنسبه للبسكوي، غادي يكون عندك بسكوي من هذا وبسكوي من هذا، غادي تجمع، غادي يجي الاسبوع اللي غادي نحطو فيه عاوتاني شويه من هذا وشويه من هذا. المهم عندي هنا واحد النهار كيكون عندي السلطه، بسكوي جوج خطرات، حريشات مالحه خطره واحده، كيكه هنا خطره واحده، القرص خطره واحده، والفلان هاد فلان اللي بالكاكي انا كنحسبو بحال السلطه ديال الفواكه، يعني كيكون داخله فيه الفواكه جوج خطرات، والبسكوي جوج خطرات. هذا كيكمل هذا الفيديو، راه كاين في التفصيل كنت حطيته. هذا كان فطور وميريندا متنوع لواحد ما غاديش يمل. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساوناش من اللايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.